النص الثاني ومعانا أحمد شوقي في قصيدة كبار الحوادث في وادي النيل والتي عدل فيها أحمد شوقي من المديح إلى التاريخ. طبعا المديح يا ولاد احنا بنسميه شعر المناسبات، وبدأ هنا يوصف كبار الحوادث في وادي النيل. مكمل أحمد شوقي معانا وصف السفينة، فهنا بقول لك وسفين بورا تلوح وحينا يتولى أشباحهن الخفاء. طبعا هنا بيوصف السفينة، بيكمل يا ولاد بيقول طارة يعني فترة من الوقت تلوح وتظهر. يعني أقول لك إيه، السفينة موجودة في قلب البحر، الأمواج عالية، وإحنا من بعيد شايفين السفينة مرة تلوح لنا وتظهر ومرة تختفي وكأنها شبح أو نرى ظلا لشبح. فهو عايز يوصف من بعيد قد إيه الموج وارتفاع الموج عامل إيه في شكل السفينة. لو أنت واقف على الشط بتتفرج على السفينة وقت ارتفاع الأمواج أهو، وسفين ها طورا تلوح تظهر وحينا آخر يتولى الخفاء. الخفاء هنا فاعل، أشباحهن، فهنا أشباح مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، يبقى هنا في تقديم وتأخير حيث قدم المفعول به على الفاعل، يبقى أسلوب قصر، يبقى أسلوب قصر غرض التخصيص. طب السفينة هنا أسلوب خبري ولا إنشائي؟ قال لي هنا أسلوب خبري، لأنه لا بيبدأ لا باستفهام ولا بأمر ولا بنداء ولا بتمني، يبقى هنا الأسلوب خبري، خبري للوصف والتقرير. وزي ما اتفقنا قلنا النصوص دي يا أولاد استعنا فيها بكتاب الأضواء وكتاب الامتحان على كتاب الأوائل، ما سبناش كتاب إلا لما خدنا حبة من هنا وحبة من هنا على أساس يبقى شفنا كل الأفكار في وقت واحد. وجمع طور هنا طبعا أطوار يا أولاد. طيب كلمة تلوح نكشف عنها في ليحة ولا لوحة؟ أيوة لوحة. طب يتولى وليا، أشباح شبحة، الخفاء خفية، الكشف في المعجم. نازلات في سيرها، نازلات في سيرها يعني الموج بياخدها لتحت. صاعدات كالهوادي، والهوادي هي الجمال أو النياق التي تتحمل السير في الصحراء، التي تتحمل السير في الصحراء كالجمال يهزهن الحداء. الحداء هي الأغاني الحزينة، كان عنترة بن شداد قديما يا أولاد عندما تتحرك الجمال يغني لها أهازيج وأراجيز اللي هي مجموعة من الأغاني الحزينة، فالجمال بتمشي على خطوات هذه الأغنية، غناء حزين كده بيغني الجمل بيمشي على نغمة الحادي وبيغني، فعشان يتحمل السير في الصحراء. فهو هنا في تشبيه تمثيلي، في تشبيه تمثيلي بيوصف حالة السفينة وهي طلعة ونزلة في حضن الموج، هو موقف زي ك أداة التشبيه، كالهوادي يهزهن الحداء. وطبعا يهزهن هنا هي أصلها يهز الحداء هن، برضو نفس الفكرة اللي فوق، مفعول به مقدم بس ضمير، وهنا الحداء فاعل، برضو أسلوب قصر غرض التخصيص والتوكيد. بس هنا لو تلاحظ اعتمد في البيت الثاني على التشبيه التمثيلي، لكن في البيت الأول يتولى الخفاء أشباحهن، دي استعارة مكنية، هنا استعارة مكنية لكن هنا تشبيه تمثيلي. البيت ده خبري للوصف والتقرير، والبيت ده خبري للوصف والتقرير. هنا في محسن بديعي لو تلاحظ أهو، صاعد ونازل، طباق يؤكد المعنى ويوضحه، طباق يؤكد المعنى ويوضحه. نازلات أي هابطات، نازلات في سيرها، صاعدات كالهوادي يهزهن الحداء. طيب ربي يعني يا ربي، وحذف أداة النداء، يبقى هنا هنقول طبعا حذف أداة النداء للقرب، حذف أداة النداء للقرب، يبقى هنا هقول في إيجاز بالحذف، إيجاز بحذف أداة النداء. وكلمة ربي أسلوب إنشائي، نوعه نداء حذفت أداته، غرضه الدعاء. يا ربي إن شئت، الفعل حذف المفعول به، هو قصده إن شئت الخير، إن شئت الخير يا الله، والله دائما يشاء الخير، إن الله لا يشاء الشر.
فلما اقول المحذوف هنا حذف المفعول به. شاء الهوى الخير. طيب يبقى ان شئت الخير يا الله فالفضاء مضيق، يعني الواسع هيبقى ضيق، ولو انت عايز يا رب فالمضيق فضاء. هنا في تلاعب بين احمد شوقي بادوات الشرط. سؤال جميل جدا، بيقول لي ليه قال هنا ان وهنا استخدم اذا؟ سؤال جميل جدا، يعني ليه ما قالش يا ربي اذا شئت فالفضاء مضيق وان شئت فالمضيق فضاء؟ الله دائما لا يريد بعبده الا الخير. احمد شوقي كان اسطوره نحو واسطوره لغه عربيه، كان يصنع الشعر صناعه، فلو في غلطه يراجعها. فلما استخدم اداه الشرط هنا قال ان للشك، اشمعنى؟ لان الله لا يحول الواسع الى ضيق. اما هنا فاحمد شوقي استخدم اذا لليقين والتحقيق، لان الله دائما يحول الضيق الى واسع، يحول الصعوبات الى سهولات الى فرج. فالله لا يحول الفرج الى ضيق، ولكن الله يحول الضيق الى الفرج. شفت الجمال؟ شفت حلاوة أحمد شوقي؟ ويجي واحد في الآخر يقول لك هو أحمد شوقي يسموه ليه أمير الشعراء؟ على إيه يعني؟ يا راجل ده ما فيش غلطة، بسم الله ما شاء الله، مش مقول ما فيش غلطات، لكن أحمد شوقي غلطاته نادرة. أحمد شوقي بيراجع كل بص تكاية في النحو، فلما جه يستخدم المشيئة في الشر قال إن شك. الله لا يحول الشر إلى، لا يحول الخير إلى شر. لكن هنا لما جه يقول ان الله سبحانه وتعالى هيحول حاله السفينه الضيقه الى فضاء واسع، فراح يستخدم اداه الشرط اذا. طيب هنا اسلوب شرط وهنا اسلوب شرط، هنا اسلوب شرط للشك، هنا اسلوب شرط لليقين. فين جواب الشرط؟ اهو يا اولاد، فالفضاء مضيق. اقتران جواب الشرط بالفاء. ليه؟ بسبب ان الجمله اسميه. انت ايه اللي دخلنا في النحو دلوقتي؟ مش فاهم يا بابا. لازم وانت بتذاكر تفصص ابيات الشعر عشان تتعود على كده، عشان تعرف تفهم البيت اخر السنه رايح منين، والتقديم والتاخير والايجاز بالحذف. ما انت هتجاوب الحاجات دي ازاي؟ يبقى هنا جواب الشرط مقترن بالفاء لان الجمله اسميه، الفضاء مضيق. ولو نفتكر جواب الشرط بيقترن بالفاء، قلنا اذا كانت الجمله اسميه تن اهو، طلبيه تن، وبجامد، وبما ولن، قد ولقد والتسويف، قد ولقد والتسويف. هي دي الحاجات اللي بتخلي جواب الشرط مقترن بالفاء. يعني هنا كان ممكن احمد شوقي يبقى نقول عليه يعاب على احمد شوقي لانه لم يضع الفاء. لو قال ربي ان شئت الفضاء مضيق كانت عيبت على احمد شوقي انه لم يقرن جواب الشرط بالفاء لان الجمله اسميه. ونفس الحكايه هنا، فالمضيق فضاء. طبعا المضيق فضاء وهنا ان شئت الفضاء مضيق، في ما بين الاثنين مقابلة كمحسن بديعي. يبقى هنا في محسن بديعي المقابلة ما بين الشطر ده والشطر ده. المضيق فضاء تشبيه بليغ، شبه المضيق بالفضاء. والفضاء مضيق تشبيه بليغ، شبه الفضاء بالمضيق. تشبيهات بليغة اعتمد فيها أحمد شوقي على وصف الفضاء بالضيق ووصف الضيق بالفضاء. يبقى كده البيت في حاجات كتير، في محسنات بديعية، في اسلوب انشائي حذفت في اداة النداء، في ايجاز بحذف اداة النداء وايجاز بحذف المفعول به. ان شئت يا الله الخير حذف المفعول به، حذف اداة النداء وحذف المفعول به، وعندك المقابلة، وعندك يا باشا حاجة مهمة جدا، تشبيه بليغ وتشبيه بليغ. اخيرا فاجعل اسلوب انشائي نوع امر غرض الدعاء لانه موجه الى الله. فاجعل يا الله البحر عصمة، البحر عصمة تشبيه بليغ، شبه البحر بالحماية، البحر عصمة تشبيه بليغ. فاجعل يا الله البحر حماية واحمينا منه، وابعث الرحمة يا الله استعارة مكنية شبه الرحمة برسول يرسل إلينا وسرج ما لها التشخيص. وابعث الرحمة يا الله اسلوب إنشائي نوع أمر غرض الدعاء،
اسلوب انشائي نوع امر ابعث غرض الدعاء فيها الرياح والانواء، الرياح والانواء فيها، ومعنى كلمه الانواء عند العرب هي النجم الاقرب الى السقوط، النجم عندما يميل الى السقوط، الانواء مفردها نوع، وقد يطلق عليها الناس اللي في البحر والمكان الذي توجد فيه الشبوره في العصر الحديث، يعني هو عايز يقول لك فيه رياح وفيه ضباب، لكن احمينا يا رب من هذه الاشياء واجعل البحر حمايه لنا. طيب تعال نشوف الاسئله. بيقول لي اول حاجه ميز مما يلي معنى كلمه تلوح في البيت الاول. تلوح احنا لسه كاتبينها او تظهر فوق يا اولاد، تظهر تظهر اهي الاجابه رقم د، الاجابه رقم د. ربي ان شئت فالفضاء مضيق، خطاب شوقي الى الله، يا ربي ان شئت انت، ان شئت انت، في منزله المخاطب، في منزله الغائب، في منزله المتكلم، في منزله المخاطب والغائب. طبعا هنا بيقول انت يا الله، ان شئت انت يا الله، يبقى في منزله المخاطب مش المتكلم اللي هو انا، يبقى ان شئت انت يا الله. طيب بناء القصيده عند مدرسة الإحياء والبعث أو عند الشاعر يقوم على الأسس المتبعة لدى، طبعا احنا معروف يا أولاد أحمد شوقي مش تبع الديوان، أحمد شوقي مش تبع مدرسة المهاجر، أحمد شوقي مش مرحلة انتقالية اللي هي مطران، هنضطر نختار الإحياء والبعث لأنه تلميذ لهذه المدرسة التي أسسها محمود سامي البارودي، محمود سامي البارودي. بما اتسم أسلوب شوقي؟ لما يجي لك السؤال ده في الامتحانات يا ولد، اسلوب احمد شوقي دائما يميل الى شيء واحد، وجت قبل كده السؤال ده في الامتحانات، يتسم اسلوب احمد شوقي بالبيانيه، كثره الالوان البيانيه، اهو الاعتماد، اهو بص يا ولد الاعتماد على التصوير البياني، احمد شوقي يعتمد على التصوير البياني. التصوير الذهني ده مدرسه الديوان لسه هناخدها بعد فتره، التصوير الاسطوري ده مدرسه ابولو، التصوير الكلي دي المدرسة الرومانسية، يبقى احنا هناخد الاعتماد على التصوير البياني، فدي مش هتنفعني بحاجة لأنها مدرسة الديوان، دي مش هتنفعني بحاجة لأنها مدرسة أبولو، دي مش هتنفعني بحاجة لأن دي اتجاه رومانسي. الصورة البيانية في الفضاء مضيق، الفضاء مضيق كنا لسه حلينها فوق، طبعا ده تشبيه بليغ لأننا لو عملنا الدايرتين، ادي الدايره وادي الدايره، هنكتب من هنا ماما مكنيه، وهنكتب هنا تيتا تصريحيه، على اول دايره ماما مكنيه، ته تصريحيه، تعال نشوف شبهت ايه بايه. الفضاء كانه مضيق، هل انا حذفت كلمه الميم؟ فضاء حذفتها اهي، مضيق اهي، يبقى طالما الميم موجوده والته موجوده يبقى دي تشبيه بليغ. عارف لو كنت حذفت مضيق كان بقت استعاره مكنيه، لو كنت حذفت فضاء كان بقت استعارة تصريحية، لكن طالما الاثنين موجودين اذا هو تشبيه بليغ. طيب تعال نشوف اذا شئت فالمضيق فضاء، استخدام الجملة الاسمية في جواب الشرط اللي هي في المضيق فضاء يفيد ايه؟ يا ريت معايا حبايبي والنبي نخلي بالي من الحتة دي. يا باشا اي جملة فعلية فيها حيوية وحرارة وحركة. يعني لو قال لي لماذا بدأ الشاعر بالجملة الفعلية؟ تقول له للحركة. طب لماذا استخدم الشاعر الجملة الاسمية؟ تقول له للثبوت. تعال نشوفها كده. هتقول لي في ثلاثة ثبوت يا مستر اهو. في هنا ثبوت وهنا ثبوت وهنا ثبوت. قال لي للدلالة على الثبوت والدوام والاستمرار. للدلالة على الثبوت والانقطاع واليأس. ها الثبوت والشك والاستمرار. لا المضيق فضاء يبقى للدلالة على ها الثبوت والدوام والاستمرار. طب ليه ما اختارش دي عشان فيها كلمة الشك؟ طب ليه ما اختارش دي عشان فيها كلمة اليأس؟ هي ثبوت ودوام واستمرار. المحسن البديع في البيت الأول، المحسن البديع في البيت الأول، نروح للبيت الأول. بيقول لي سفين طورا تلوح وحينا يتولى أشباحهن الخفاء. لو تلاحظ هنا تلوح وهنا يتولى، يتولى يعني يختفي يا أولاد. تلوح تظهر وهنا يتولى يغادر ويختفي. اعتقد ان في الاختيارات اكيد طباق، ادي هنا ايوه
كلمتين عكس بعض ادي الطباق. طب تعال نستبعد يا مستر، اولا البيت الاول ما فيهوش تصريع لو تلاحظ، نرجع تاني ما فيهوش تصريع، ما فيش بيت شبه بيت اهو، ما فيش حرف، الحرف ده الحرف ده ايه ده؟ بس عيب عيب. طيب الحرف ده مش شبه ده، فما اقدرش اقول تصريع، تمام ما اقدرش اقول تصريع، يبقى احنا هنلغي التصريع اهو، لغينا. الازدواج بيجي في النسر، السابع بيجي في النسر، يبقى دي غلط ودي غلط، والتصريع مش موجود، مش هيتبقى معاك غير الطباق. جاءت الفاظ القصيده، الفاظ القصيده ملائمه للجو النفسي، يعني هل تتواءم الالفاظ مع حاله الخوف اللي عند احمد شوقي او حاله الناس اللي راكبه السفينه؟ اه، لانه معظم الالفاظ لو تلاحظ اهو تدل على الخوف اهو، والدعاء نازلات في سيرها صاعدات يا رب استرها، ان شئت فالفضاء مضيق يا رب، يا رب اجعل البحر عصمه، يا رب ابعث الرحمه، القلق، في قلق عند احمد شوقي، فالالفاظ كلها بتوحي بذلك. يبقى اذا هختار ملائمه للجو النفسي، لكن متنافره لا، احمد شوقي ما بيقعش في الحاجات دي يا اولاد، نادر لما يقع، نادر ممكن يقع، لان اللغه العربيه زي ما بنقول بالبلدي ملهاش كبير الا الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تجد شيئا بلا أخطاء فانظر إلى اللغة العربية في بهائها، في جمالها، في قلب القرآن الكريم. لكن الشعراء شيء طبيعي أنهم يغلطوا، بس النسبة والتناسب. يعني النسبة والتناسب؟ يعني ممكن أحمد شوقي غلطاته أقل من مطران، مطران غلطاته أقل من العقاد، العقاد وهكذا. كل ما بنتقدم بنلاقي الشعر بيبتدي يضعف تدريجيا. طبعا الشعر ابتلي بالمدرسة اللي بنسميها المدرسة الواقعية التي أطلقت الحرية للشاعر كي يقول ما يريد وقتما يريد بأي لفظ يريد، كقول أحدهم كان يا مكان إلى اللقاء، جلست على حجر أمي، مكتوبة في كتاب المدرسة، ما أنا وقفل لي بالقلم والورقة، الحق ده مستر حمادة قال مكتوبة في كتاب المدرسة، ألفاظ عامية، هي دي المدرسة العامية. وعشان كده انا لما حبيت اجيب مثال اضطريت اجيب من مدرسه حديثه اللي هي عود البطل ملفوف اللي هي مزعله الناس دي. طب ما في اكتر منها مكتوب في كتاب المدرسه يا جدعان، ده كتاب المدرسه فيه الفاظ اصعب من دي. طيب ملائمه للجو النفسي، ليست مخالفه وليست مخالفه للجو والفكر. ده مدرسه اهو، النص الثاني من مدرسه الكلاسيكيه الجديده، الا وهو نص احمد شوقي والذي يتحدث فيه عن وصف السفينة وهي في قلب معمعة من اضطراب الأمواج وارتفاعها، وهي تشبه الهضاب الضخمة، كما أنها نازلات صاعدات كالهوادي، والهوادي قلنا الجمال التي تسير في الصحراء يهزهن الحداء، وده تشبيه تمثيلي. إلى لقاء مع نص جديد، كان معكم حمادة الكاشف، ما تنساش تحمل تطبيق القمة عشان تتابعنا في الحل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.